ان التقارير دي مهمة ومهمة جدا. تقارير الصيانة ضرورية وضرورية جدا، خاصة الصيانة الوقائية. طبعا واحدة من اهم المستندات المساعدة في تفعيل قسم الصيانة في اي منشأة صناعية او اي منشأة حتى زراعية، بتنظم العمليات التي تتم على مختلف انواع المعدات، تضمن متابعة دقيقة لحالة معدات العمل والأجهزة، مما يساعد على سير العمل في الإطار المرسوم لها بدون مشاكل مفاجئة تسبب تعطيل العمل أو التسبب في أي خسارة. طبعا الريبورت هيكون متضمن الديت، التواريخ، تواريخ احنا عملنا صيانة امتى، تواريخ الصيانة، كذلك أسماء المعدات التي تم صيانتها، تفصيل المواد والقطع المستخدمة، تفاصيل التكلفة. ماشي. طبعا ديت البيانات ديت بتساعد في سير العمل نحو تحقيق الأهداف الرئيسية، زي ما قلنا الأهداف الرئيسية للصيانة الوقائية يعني، كما أنها وسيلة قوية لضبط أعمال الصيانة، تنظيمها، جعلها في إطار مناسب للمنشأة. طبعا الاحتفاظ بهذه الريكوردز او الـ او الـ بيتم الاحتفاظ بهذه السجلات كمرجع دايما. لما المكنة تعطل، هاتوا يا جماعة الملف بتاع المكنة. ماشي. زي ملف المريض في اي مستشفى، هاتوا ملف المريض نشوف الهيستوري بتاعه او التاريخ المرضي بتاعه. هي نفس الكلام هنا، بيكون لكل مكنة ملف، والملف ده بيكون بيحتوي كل اعمال الصيانة، سواء كان صيانة وقائية او صيانة ايه، صيانة علاجية، ويكون كريفرنس بالنسبة لنا. ماشي. او بالنسبة لقسم الصيانة للتعرف على سجل البيانات، المعلومات المختصة بالشيء او بالآلة محل الصيانة. وطبعا بيشمل كل التفاصيل حول الصيانة، تكلفتها، القائمين عليها، كذلك أعمال الصيانة المجدولة اليومية، أسبوعية، شهرية، ومعظم الإيه. وبالتالي طبعا من الكلام اللي احنا قلناه بيتضح دور السجلات الصيانة بما لها أهمية كبيرة، فوائد كثيرة لا تقتصر على كونها تضم معلومات، والقيام بأنشطة الصيانة الوقائية وتخطيط أعمال الصيانة شهريا وسنويا. لابد من وجود سجل. طبعا ممكن يكون السجل ده ورقي أو إلكتروني، يعني ممكن يكون هارد كوبي أو سوفت كوبي. ماشي. وطبعا لابد إن هي تكون موجودة لجميع المعدات والتجهيزات والآلات الموجودة داخل المنشأة. ماشي. كل ديت بكون موجودة في تقارير السجلات او تقارير الصيانة الوقائية. طبعا في الاخر هنا يعني في ثلاث تمارين. ماشي. المفترض ان هي تمارين عملية. تعال نشوف اخر تمارين اللي هو التمرين الثالث ده، ان انا بشيك على موتور مثلا، وانا اشوف فيه مشكلة في الموتور مثلا، لو انا عايز اعمل مثلا يعني صيانة وقائية الموتور. بعمل اول حاجة اللي هي لو احنا اتكلمنا اهو اتحلقة فحص عمود الدوران. ماشي. وفحص الرمان بلي، البيرنج اللي احنا قلنا عليه. ماشي. لازم، ولو الرمان بلي محتاج تشحيم او محتاج تزييت. ماشي. فحص مروحة التبريد. ماشي. ادي الرمان بلي ممكن في بعض الاحيان محتاج تشحيم او محتاج تبريد. كذلك فحص المكثف، لو فحص الفرش الكربونية. ماشي. يعني فحص المكونات الظاهرية للايه، للموتور بتاعي. التنظيف ده مهم جدا برضو، عشان نشوف لو في حرارة، لو في حتى نتفادى ونتجنب وجود حرارة في الموتور، وهكذا. شكرا جزيلا لكم، وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله.